رجعنا لكم بعد الفاصل ومع الشيف فيبي عاطف منورانا، وكل سنه وانت طيبه. انتي طيبه. طبعا احنا عودناكم ان احنا فقراتنا هتكون متميزه، فقره مطبخ بنات حواء. فالنهارده معانا فيبي هتعمل لكم اكله كلنا برضو بناكلها بره. تعمل لنا ايه فيبي؟ هعمل لكم كنتاكي. كنتاكي؟ ايوه كنتاكي في البيت. تمام. طيب يلا خلينا نبدا بقى عشان نبدا بالريزو الاول. ايه اوكي نبدا بالريزو، الرز الريزو الاول هتعملي لنا عشان الرز هناكل. الريزو اللي احنا بناكله بره؟ تمام مظبوط اكيد اهو. الريزو الاصلي. ايوه الاصل. يلا ورينا. تمام تمام قولي لنا طب المقادير الاول. ايه. ممكن يا جماعه ننزل اوكي بس بالمقادير على الهوا؟ ثانية واحدة. طيب ماشي، ممكن نبدا طيب. اوكي ونقول المقادير. سان جورج. تمام ده سان جورج. ده ايه سان جورج ده؟ ده صوص. صوص الصوص اللي احنا بنشوفه على الرز. تمام. هو بيبقى مش موجود الا في يعني الاماكن السوبر ماركتات الجامده قوي. تمام. وده بصل وتوم. دي دلوقتي احنا بنتكلم في مكونات الرز الريزو. رز الريزو. تمام تمام. وهيبقى فيه زبده. نبدا بقى نشتغل. اول حاجه هنحط، اول حاجه احنا شايفين ميه بتغلي. التوم. ما بتغلي على النار. بتغلي على النار. هنحط التوم بس معلقه. توم صحيح؟ صحيح. توم صحيح وهيتقطع شرايح زي كده بالظبط. تمام تمام. هنزله على الميه اللي بتغلي. على الميه تكون اللي بتغلي جدا. تمام. على النار. تمام مزبوط. وكمان وهنجيب البصل اهو. يطلع من فوق. يطلع من فوق. قولي لنا النهارده فيبي عيد ايه؟ النهارده حد الزعف. حد الزعف. كل سنه وانتم طيبين. انتي طيبه حبيبتي. وكل مصر مفروض. كل سنه وانتم طيبين. انتي طيبه. مسلمين مسيحيين كلنا واحد. طبعا. كلنا اخوه. يا رب يا رب دايما نبقى جنب بعض. ايد واحده. تمام. دلوقتي حطيت البصل. تمام متقطع صغير. والثوم متقطع شرايح. شرايح. مش متقطع صغير. متقطع شرايح. تمام تمام. وهنحط الفكره ده. بقى في ده. ايوه هو ده الفكره في الصوص ده. بالظبط كده. هو اسمه ايه؟ سان جورج. سان جورج هو. تمام. ده اسم هو الصوص. يعني شويه بيبقى صعب في المحلات. فبيتباع في السوبر ماركت الكبيره شويه. تمام. هنحط منه. دي الاكله الاصليه بتاعت الريزو. بتغلي وبعد كده بنزل بالزبده. دي زبده سايحه. تمام. ولازم تكون سايحه. لازم لازم. كله سخن مع سخن يعني كله كده. لازم يبقى يعني سخن. ما ينفعش مثلا احمر مثلا السمنه الزبده مع البصل. لا لازم تحطي ميه وبعد كده بصل متقطع. يعني متقطع تمشي شرايح. تمشي الخطوات اللي انت قلتيها بالظبط. وبصل هتلاقي متقطع. هتلاقي كل تمام تمام. بعد كده هنزل بي طبعا في مرقه الاول. هنزل بيها مرقه. تبقى المرقه العاديه اللي احنا بنستخدمها في اي بيت يعني. علشان هي بتبقى بودره فاهمه فبتسهل يعني الامور تدوب بسرعه. تمام. لكن الرز ده فيبي رز مصري عادي. ما ينفعش تحطي ملح خالص خالص ما ينفعش. تمام تمام. بعد كده احنا خلاص حطينا. تمام كده. بعد كده هنحط الرز. تمام. هنزل بالرز. في الاسباتيولا موجوده اهي. ناخدها دي. اتفضلي. لا ساعدك من البيت. سوري قفلت عليا. سوري. ايوه هنقلب. معلش انتوا ليكوا كلمات كده مش نعرفهاش احنا يعني. أيوة. انتوا كشيفات كده ليكوا اسماء كده انا مش عارفاها. انا ست بيت عادي يعني. لا لا انت عسوله خالص. ماليش دعوه. تمام. المفروض بقى هنوطي عليه النار وهنغطيه. تمام. هنوطي النار ونغطيه. بالظبط كده. تمام. دي دربي. هنوطي بقى النار. نشوف بقى حسنيت في حاجه تانية. طيب خلينا خليني مش مشكله. هي النار ان شاء الله. ممكن تبدلي يا فيبي. ممكن يعني دي عاليه قوي. ودي خلي بالك. لا الزيت ده خلي بالك بس.
لا ده بخاف. عادي لا ده العادي يعني. طب ابعدي شويه كده هناك. حاضر. أيوة. ما تخافيش ما تخافيش، ما انا متعوده دايما يعني. ايوه اه ايوه خليه على نهر صح. شفتي كده ست بيت انا اهو. تمام سطوره. آه ده كده الرز. الرز تمام. الريزو بالظبط كده تمام. طيب هندخل بقى. ينفع يا جماعه ننزل مقاديره ولا ايه؟ ولا نزلت؟ نزلت تمام. طيب ماشي. خليكي بس معايا استني، بدل ما قبل ما نبدا معانا اتصال. قولي الو كده. الو اعملي مذيع. الو الو ايوه مساء الخير. مساء النور. مساء الفل. ازيك يا استاذه هبه؟ حبيبتي ربنا يخليكي. الحمد لله بخير في نعمه الحمد لله. دي مامتي. الله يخليكي. مين معانا؟ انا مامي فيبي. مامي فيبي اهلا اهلا بيكي، مشرفانا ببنات حوا. ممكن بس توطي التلفزيون شويه عشان تسمعينا من التليفون؟ تمام يا فندم. منورانا. ايه المفاجاه الجميله دي؟ انتوا عاملين لي مفاجاه بقى. منورانا يا ست الكل، كل سنه وحضرتك طيبه. وحضرتك طيبه. ميرسي يا استاذه هبه ربنا يخليك. شكرا. ربنا يخليكي. طيب مش عايز تقولي حاجه لماما؟ بصراحه يعني لو قلت مش هعرف اوفي كل اللي هي عملته معايا واللي انا وصلت له دلوقتي. بصراحه ربنا يخليك يا ماما ليا. ربنا يخليكي. احلى حاجه في الدنيا اصلا. ربنا يخليكي يا رب. ربنا يخليكي. وهي دايما هي على فكره اللي بتعلمني. هي اللي اديتك. هي شطوره جدا جدا. هي اللي علمتك يعني. اديتك دفعه ان انت تبقي شيف. طبعا هي شطوره خالص. ربنا يخليكي ليا يا ماما. ربنا يخليكم لبعض يا رب ويديك الصحه يا رب. يا رب يا سيدي. ميرسي يا حبيبتي. ربنا يوفاكي يا حبيبتي. ميرسي يا ماما. كل خير ان شاء الله. انا مبسوطه بمكالمتك المفاجاه دي، جميله خالص ليا. ربنا يخليكي. شكرا ليكي جدا يا ست الكل. كل سنه وانت طيبه. نبدأ في ايه تاني؟ المفروض هنعمل بعد كده البانيه الستريبس كنتاكي اللي كل الولاد بيحبوه في بره بيموتوا فيه. المفروض ان انا بقطعها بالطريقه دي كده. ده صدر فرخه؟ اه بالظبط كده. ده بانيه شرايح بانيه عادي وانا بقسمها من النص كده. يعني انا اجيبها شرايح اللي هي الرفيعه ولا انا اجيب لا هاتيها هي مش هتفرق. تقولي للراجل يجيبها لك كده او تقطعيها انت كده. المهم ان هي بتبقى شرايح بانيه. تمام بس كده. تمام وبنعملها شرايح بانيه. يعني انا قطعتها طبعا قبل الهواء. تمام قطعتها كده. تمام. بس هنبتدي نعمل ايه؟ هنجيب الفكره بقى في المكونات. بالظبط هي دي اللي بتخلي الولاد يتجننوا. ايوه على الاكل اللي بره. بالظبط. والطعم وبتبقى بقى كريسبي ومقرمشه وحركات حركات بقى وتكات بقى. اقعدوا بقى احنا عايزين من ده عايزين. احنا قاعدين في البيت. اه مفيش خروج. قاعدين في البيت. خليكي في بيتك. تمام. انا لابسه لكم كلافز عشان مع اهو نجيب اتنين. قالوا لنا كده لازم نلبس ده ونلبس كمامات لو احنا خارجين طبعاً. خلي بالكم يا جماعه طبعاً. عشان نعدي الفتره دي بسلام ويا طبعاً. رب يا رب يعني تعدي بسلام ونرجع بطبيعتنا يا رب. بس ان شاء الله تفائلوا تفائلوا بالخير تجدوه. ايوه ولازم يكون عندنا امل. طبعا لازم يكون عندنا امل وان شاء الله الفتره هتعدي خلاص يعني باذن الله. يعني في مبشرات جديده وحاجات جديده حصلت وباذن الله نلاقي علاج والدنيا تبقى حلوه ان شاء الله. ان شاء الله يا حبيبتي. وهناكل برضو في البيت. ايوه طبعا. عشان احنا برضو في برنامجنا بنحاول ان احنا نقدم حاجه كويسه وحاجة في بيتك لأولادك تكون نفسي. احنا هنقرب من طعم بره مفيش مشكلة. بس اهم حاجة ان نبقى ضامنين ان الحاجة نظيفة وكويسة. طبعا. صح؟ تمام. صح يا شيف؟ مظبوط. دلوقتي بقى هنعمل ايه؟ عملتي ايه؟ ايه اللي انت بتعمليه؟ ما انا هقول لك اهو. اه قولي بقى. لحظة واحدة. انا عمالة اري وانت عمالة تحطي. ما تقلقيش هقول لك كل حاجة. طيب. بصي يا ستي احنا عملنا ايه؟ في الستريبس. احنا في الستريبس دوت عملنا ايه؟ جبنا دقيق هنا. تمام. ودقيق هنا. جبنا بولتين فيهم واحده دقيق هنا ودقيق هنا. تمام. ممكن بس يا فابي يعني تودي الاحسن يكون الزيت غالي قوي. لا لا لسه عادي. لسه أوكي. ما تقلقيش. بس لا لا تبعاكي يعني. ماشي. عايزين ميه. عايزين ايه؟ ميه. ميه؟ اه. ميه ايه؟ ميه عاديه. مش دي فيها ميه؟ اه ماشي. فيها شويه ميه؟ انت عايزه شويه ميه بس؟ اه. حلو قوي. يلا معانا اتصال. الو الو
اهلا وسهلا. ازيك يا استاذه هبه؟ ازي حضرتك؟ اهلا حبيبتي، ربنا يخليكي. مين معاك؟ اسمك؟ مع حضرتك رضا. رضا اهلا وسهلا. رضا منوره منوره بنات حواء. ازيك يا رضا؟ تعرفي؟ ايوه طبعا. قولي لنا. يا روحي منورانا. ازيك يا فيفي، اخبارك ايه يا حبيبتي؟ ربنا يخليكي يا روحي، كويسه. انت عامله ايه؟ وطي التلفزيون يا رضا شويه، وطي التلفزيون واسمعينا من التليفون. طيب اوكي، وطي التلفزيون. منورانا يا رضا، عايز تسالي حاجه لفيبي كده على الهوا؟ عايزه اقول لفيبي ان انت اجمل شيف شفته في حياتي. هي فعلا اجمل شيف. ربنا يخليكي يا روحي. وارقي كمان. عايزه اقول لها كمان ان انا ما اقدرش استغنى عن اكلها الجميل. حبيبتي ربنا يخليكي، ميرسي خالص ليكي يا رضا، انت عسل خالص. متشكره ليكي خالص يا رضا بجد. لا بجد، وعايزه اقول لك احنا النهارده كنا مفتقدينك ومفتقدين اكلك عشان الحلقه دي. معلش بقى، خدناكوا خدناها منكم النهارده. نورتينا نورتينا يا رضا، شكرا جدا لاتصالك. يلا نرجع تاني. كنا عملنا ايه؟ حطينا دقيق، حطينا دقيق هنا في بوله ودقيق هنا في بوله. وبعد كده بتحطي على الدقيق الناشف، انا حطيت ميه هنا تمام. بتحطي نشا بس مش كتير، حاجه بسيطه. احنا طبعا عاملين حاجات جاهزه، بس احنا بنوريكم بس عشان طبعا الوقت، بنوريكم الطريقه اهم حاجه. حطيت نشا. انت جبتي بولتين كده يا فيبي؟ بولتين تمام، واحده فيها نشا. مش عايزه ده؟ لا مش عايزه. تمام، نحط الدقيق عشان بس ايه. تمام، واحدة فيها نشا تمام، والتانية ما فيهاش. دي اللي هتطلع، دي هنحط الستريبس هنا. تمام. طب معلش، ممكن اللي هنا ده، انا عايزة اعرف ايه اللي هنا ده؟ ده نشا ودي. لا التانية، البولة الحمراء دي. مية ودي. ايوه مية ودي بس. تمام. ايه اللي هنعمله بقى؟ في بقى شوية بهارات كده المفروض هنقول عليهم. فين دي؟ ايه البهارات بقى دي؟ بقى عبارة عن تحطي على النشا؟ بابريكا. بابريكا تمام. وفلفل. ممكن ينزلوا بالمقادير بس. ممكن المقادير يا جماعه تنزلوها لنا بس عشان الناس تصورها. بابريكا مهم جدا. قرفه. قرنفل. احنا ممكن نعملهم بقى كمان يعني علبه كده ونعملهم اكنهم بره خالص. تمام. والحاجات دي متهيألي بتتشرى من بره يعني. طبعا. صح؟ طبعا. ممكن تشتري علبه، ممكن تشتري الطبق اللي هو بنجيبه برده من بره ونعمل لهم خروجة البيت. تمام. وفلفل. وفلفل شطه. مش هرميكم من اي حاجه. وفلفل حراق. معلش معلش لو سمحتي، يعني حضرتك البهارات ايه؟ بصي قولي تاني. قرفه. جوز الطيب. حبهان. كل ده بيبقى مطحون. مطحون. بس بنحط حاجات بسيطه جدا، مش عايزين نحط كتير. تمام. تمام. ومبتستخدميش ملح خالص خالص. مفيش ملح. بنستخدم ايه البديل؟ المرقه. هي بتظبط الملح. مرقه يعني بودره. انتي بالظبط كده. تمام. هتحطي هو ده، الطعم الغريب اللي احنا مش فاهمينه او مش عارفينه ايه هو ده. هي قصه خالص الموضوع، موضوع مرقه في الاخر. بالظبط كده، هي مرقه وما بتحطيش ملح خالص. شويه تكات بس هتعملي اكل طبعا ممتاز في بيتك. تمام. احنا كده خلصنا هنا، حطينا المرقه والبهارات وكل حاجه. تمام تمام. وهنا هنقلب. وحطينا نشا. بنجيب بقى ده وهنحط حاجه مهمه في العجين الاول. كويس ان انا افتكرتها. هنحط كاتشب. هنحط كاتشب. تمام. كاتشب على العجينه دي. تمام. كاتشب على العجينه دي بس. تمام. حلو. خلاص كده هنحط كاتشب. حطينا كده خلاص. تمام اوكي. العجينه بهارات. قرفه. حبهان. كاتشب. دي البهارات اللي انت هتحطيها. تمام. على العجينه دي. طيب العجينه دي تبقى جامده ولا سايله شويه؟ سايله. وريهم كده اهي، وريهم كده. ايوه طيب، لو الكاميرا تجيب. يلا حط لنا بقى الفراخ. هنحط بقى الفراخ دي هنا. تمام سريعا كده عشان الزيت ما نحطهاش يا فيبي. شويه مثلا نسيبها شويه
ولا ممكن اعجن انا واشتغل واقلي على طول؟ بصي لو طبعا انا عامله لها ميه وملح عشان تبقى يعني النسيج بتاعها يبقى طري وحلو قوي، ونقطه خل بسيطه احطها قبل ما احطها هنا في ميه وملح اسيبها شويه؟ تمام. لا انا بتكلم على التتبيله دي ما اسيبهاش فيها شويه؟ هتشرب ما اتضايق كده ولا حاجه؟ عادي عادي اشتغل عادي خالص. تمام. بعد كده هجيب هعمل ايه بقى؟ المفروض ان انا مش هينفع هرمي كده عليها، لو الكاميرا تجيب بس تشوف انا بعمل ايه. بعمل كده ممكن كده تمام. تقلبي شويه الطبق كده بسيطه عشان كده. هاتي الطبق ده في بي. اوكي انت عايزاه في حاجه؟ لا طيب عشان بس الكاميرا تجيبه لان مش عارفه تجيبه كده. يلا تمام. وريهم بقى. انا هخلص اهو كده كده. ما ينفعش تضغطيه بايدك، فاهمه؟ بحيث ان فيه على الهوا كده بالظبط. ده احنا بنمسك البانيه ونقعد نضغط وندوس. لا بصي كده اهو. يعني بتفضلي تعملي فيه كده. هو ده اللي بيخليه يعمل بالظبط الشرشره اللي هي بتبقى موجوده دي، القرمشات دي. بصي اهو لو الكاميرا تجيب عليها اهي. معقول تبقى فيها حاجات كده بقى. ايه ده؟ ايوه. وقتنا ايه قرب ولا ايه؟ خلاص هانت. طيب ماشي خلاص. احنا عملنا بصي بقى نحط هنقلي وندخل على كنتي على كول سلو. لا مفيش وقت خلاص، احنا بنقدم معاها كول سلو. المره الجايه ان شاء الله نعمل كول سلو، بس وريهم ازاي هو بعد ما يتقلي بيبقى شكله ايه. بصي ورينا بس هو كده بعد ما يتقلي بيبقى شكله ايه. وطبعا احنا بنقدم معاها كول سلو بعد القلي اهو يا جماعه. طبعا نفس فعلا نفس المنظر. ماشي تمام. عايزه بقى ادخل على احنا وقتنا خلص. بيقولوا لنا خلص وقتنا خلص. طيب قولي لنا كده سريعا كده. ممكن اقول لك الرز الستريبس اهو، قولي لهم مكونات بسرعه بسرعه. طيب مايونيز، لبن، كرنب متقطع صغير، جزر هو كده كده انا جايباه جاهز. ده جاهز اهو. سكر، ملح، خل، مايونيز. هو ده مكونات المكونات. نشكرك جدا يا فيبي. وطبعا احنا يعني مش عارفين نقول لك ايه على الحاجات الجميله اللي انت عملتها لنا. واهم حاجه يا جماعه التكات اللي احنا قلناها لكم النهارده. شكرا جدا ليكم، اشوفكم في حلقه تانية ان شاء الله مع تكات جديده واكلات جديده. كل سنه وانتم طيبين، اشوفكم على خير، مع السلامه.